المشكله الحقيقيه اللي انا بقول لكم وانا عارفها كويس جدا، اللي بتواجه النادي الاهلي قبل مباراتين الوداد هي مشكله حراسه المرمى. وطبعا الشناوي عنده اصابه ممكن تكون طفيفه ولكنها مقلقه، اصابه ممكن تكون طفيفه ولكنها مقلقه، لان هي جايه في مكان، المكان ده يعني انا بقول ان هي عضله غداره. ولو زي ما احنا وصلت لنا الاخبار ان التير اللي موجود او الشد اللي موجود في عضله السمانه اصابه جات لنا اكيد، يعني كل لعيبتك معظم لعيبه الكوره جالهم ساعات شد في السمانه. مشكلتها ان هي اصابه انت بتحس ان انت كويس وان انت خلاص بقيت سليم، وفي اي حركه مفاجاه في التدريب او في المباراه ممكن ان هي تفتح منك. وطبعا كل الدكاتره والناس اللي شغاله في الطب الرياضي عارفين الكلام اللي انا بقوله. ليه؟ لان عضله السمانه دي انت لعيب الكوره بيستخدمها في كل حركه هو بيعملها، وهو بيجري وهو بيمشي وهو بينط وهو اكيد بيترمي بياخد خطوه كجول كيبر. عضله تعتبر يعني ايه، لما بيجوا يقسموا العضلات في الجسم حتى في كليه التربيه الرياضيه في علم التشريح بي بي بيقول لك ان في عضلات رئيسيه وفي عضلات مسانده، عضلات يعني مين ماسل وسبورتنج ماسل. يعني مثلا العضله عضله السمانه او العضله الاماميه او الهامسترنج الخلفيه دي عضلات رئيسيه ما فيهاش هزار، لكن مثلا العضله الضمه بتعتبر سبورتنج ماسل ممكن تعمل بيها حركات معينه ما توجعكش. يعني العضله الضمه طول ما انت بتجري ستريت، مش سبرنت طبعا، بس بتجري ستريت لغايه مثلا 50-60% 40% ممكن ان انت تلعب بيها. يعني انا لعبت ماتشات وانا عندي شد 2 سم في العضله الضمه، ولعبت ماتشات بال 60 دقيقه وال 70 دقيقه. يعني ماتش المغرب في كاس الامم الافريقيه 2006 اللي هي كانت يعني المباراه الثانيه في البطوله بعد مباراه ليبيا، انا اتعورت على فكره بعد ماتش ليبيا في التمرين، كان عندي 2 سم، الاشعه قالت ان انا عندي 2 سم في العضله الضم، لكن لعبت ماتش المغرب حوالي 65 دقيقه، كنت مربط واخد حقن وبلعب وفي حركات معينه ما بعملهاش علشان يعني ما بغيرش اتجاهاتي، بلعب كله لعب حاجات بيزكس حاجات اساسيه ان انا بس ايه اقوم بدوري، لان انا كنت شايف ان دوري مع المنتخب ووجودي في الملعب في الوقت ده حتى من الناحيه المعنويه كان مهم جدا. مش بقول ان ده صح غلط، بس طبعا يعني كان عليا مسؤوليه كبيره فان انا لازم اكون موجود. ولو تفتكروا حضراتكم في 2006 انا في الماتش الثالث بتاع كوت ديفوار اللي هو الماتش اللي كان بقى اللي هيقرر هنصعد اول ولا تاني، انا اتعورت بعد 10 دقايق في نفس الاصابه. اول كره بقى حاولت ان انا افتح فيها، لو تفتكروا الكره اللي انا عملتها بالعرض اللي بركات خد فيها ضربه الجزاء انا اللي عملها له بالعرض، هي دي اللي اتعورت فيها في اول 7-8 دقايق، واتغيرت على طول بعديها، اتغيرت ونزل مكاني الكابتن حسام حسن. يعني بقول لكم ان السمانه تعتبر السمانه والشناوي عنده الاصابه في السمانه دي حتى لو تير صغير مقلقه جدا، مقلقه للعيب ومقلقه للجهاز ومقلقه اكيد للجهاز الطبي والدكتور، لان اي دكتور وانا بنقل لحضراتكم الكلام ده وبقوله لكم، اي دكتور عنده خبرات عارف ان العضله بتاعت السمانه دي عضله مقلقه. طيب الشناوي طبعا جول كيبر كبير وكابتن الفريق وقائد للنادي الاهلي، وغيابه اكيد مقلق لو حصل، ولكن اكيد جمهور الاهلي وكولر كانوا هيبقوا مطمنين شويه لو علي لطفي سليم، لو علي لطفي سليم. امبارح علي لطفي بدا المباراه وطلع برضه بشد خفيف في العضله الخلفيه،
الشد الصغير اللي في العضله الخلفيه ده اي حد يقول لك ان هو اقل من اسبوعين بيضحك عليك من غير ما اسال. خلي بالكم انا جالي كل الاصابات اللي تتخيلوها في حياتكم، فعارف التير الصغير اللي هو جريد 1 ده اللي هو من الدرجه الاولى ده في العضله الخلفيه ده اسبوعين ما فيهوش كلام، جلسات وشغل ميه بالووتر ريزيستنس ومساج سطحي لغايه عشان يعني قصه ليها العلاج بتاعها والعلاج الطبيعي. وطبعا في دلوقتي تطور كبير في الطب الرياضي، والنادي الاهلي على فكره بيمتلك جهاز طبي محترم وبيمتلك واحد من الـ من الـ من الـ من الـ من الدكاتره اللي انا عارف ان هم من احسن الناس في مصر، دكتور وفائي في موضوع التاهيل. وفائي واحد من الناس المميزه جدا جدا يعني، وعنده خبرات كبيره جدا. ووفائي عنده ميزه ان هو بيسافر بره وياخد دراسات وبيطور من النولج والعلم اللي عنده، لان ده علم متغير زي ما انتم عارفين، والطب دايما في حاجات جديده. فالنادي الاهلي بيمتلك جهاز طبي وناس بتوع تاهيل على اعلى مستوى، وبقول كده لان انا عارف كويس جدا وفائي بيشتغل ازاي، فاكيد هم فاهمين وعارفين الكلام اللي انا بقوله. فعلي لطفي اللي مزود الموضوع ومزود القلق اكيد ان علي لطفي عنده كمان تير صغير او شد صغير في الخلفيه او العضله يعني الهامسترنج اللي هو طلع بسببها امبارح. النادي الاهلي بيمتلك اربع حراس، الاربع حراس اللي متأيدين في افريقيا، الشناوي الحارس الاول، علي لطفي الحارس الثاني، و مصطفى شوبير اللي نزل امبارح مكان علي لطفي وظهر بشكل جيد وعنده ثقه في نفسه وما بيخافش وما جاتش عليه حاجات، لكن تقدر تشوف الجول كيبر اللي بيخاف ولا وقلقان ورهب الموقف ولا لا. في كل المواقف اللي مصطفى شوبير لعب فيها ما كانش هايب الموقف، وانا يعني مبسوط منه جدا ان هو رغم قله مشاركاته الا انه على قد المسؤوليه وعلى طول جاهز وبروفيشنال. وحته ان الجول كيبر يبقى ما بيخافش، ده كنز كبير بالذات لما يكون ما بيلعبش كتير، الوقت اللي بياخد فيه جاهز بيتحمل مسؤوليه. ال 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 الامكانيات الفنيه موجوده عند مصطفى شوبير، لكن عدم المشاركة لفترة طويلة مقلق. ولكن لو خد ماتشات ورا بعض 7-8 ماتشات ورا بعض، انا بقول لكم ان مصطفى شوبير هيبقى كويس جدا. وما بقولش طبعا الكلام ده عشان هو ابن كابتن شوبير، انا بقول لكم بقيم الحقيقة، عمري هنا ما بقول لكم اي حاجة ملهاش علاقة او بتخالف الحقيقة باي شكل من الاشكال.